والإمداد. فهذا نعمة عظيمة وكبيرة لا يعرفها إلا من قذف الله في قلبه نور الإنابة والالتجاء والمحبة لله وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمثلكم في كل يوم الاثنين ليلا تحضرون في مثل هذا المجالس، وربما بعضكم تحسبون أن هذه الجلسة جلسة عادية أسبوعية، ولكن هناك في أماكن وبلدان بعيدة من يبكي ويتكسر قلبه حرصا ورجاء لأن يحضر في مجلسكم كما كنتم تحسبونه شيء عادي. احمد الله على هذه النعمة الكبيرة، واحمدوه على أن وفقكم إلى المنهج القويم، إلى المنهج القويم الصحيح الذي هناك هنا وهناك من يتخبط ويتلخبط، ولو كان ما كان من اللقب ومن العلم ومن المعرفة. أما مدرستكم، مدرسة حضرموت، هذا مدرسة ليس فيه غبار، ومن وفق واستقام على هذه الطريقة وهذه المدرسة سيكون لهم البصيرة، يمكنهم أن يميز بين الحق والباطل. نحن نعرف في كثير من البلدان من كان حافظ القرآن ونال من الشهادة إلى الدكتوراه أو بروفيسور، ولكن بعضهم عرفوا حق المعرفة عن الحكم الشرعي من الأمر وتركوها، وعرفوا من المحرمات التي حرم الله علينا وعليهم وفعلوها. فما معنى العلم؟ وما معنى المعرفة؟ وما معنى اللقب الذي حصلوا إذا كان لا يرشدهم إلى خوف الله والاستقامة في دينه؟ كما كنا نعرف ساداتنا في تريم، خصوصا في حضرموت، من منهم ما يقرأ في النحو إلا في الجرمية، ولا يقرأ في الفقه إلا في نيل الرجاء أو في كتاب أبي شجاع، ولكن فتح الله عليهم فتحا مبينا وعرفوا المسائل. ولا نتكلم على غيرنا، كنا نحن في 94 جالسين طالبين عند الحبيب عمر في دار المصطفى، ما تعلمنا كثير وما اجتهدنا كثيرا وما حصلنا من العلم مثل ما حصلوا في البلدان الأخرى، ولكن بسبب الأدب وحسن المشهد والالتجاء إلى الطريقة الصحيحة المباركة الذي أسسوها أولياء العارفون بالله، ما أخذنا من هنا إلا شيء بسيط من العلم، ولكن لما رجعنا فتح الله علينا البركة الكبيرة والكثيرة والنفع العظيم. فهذا من الأشياء المهمة الذي يجب عليكم، خصوصا طلاب الدار،
أن تفرحوا وتفتخروا وتعضوا بنواجذكم وانتهزوا الفرصة اليسيرة لمن كان من خارج اليمن أو خارج حضرموت، أنكم ما تجلسون هنا كثيرا، أنكم بترجعون في وقت من الأوقات إلى بلدانكم. إذا ما أخذتم بقوة سوف تندمون، وكما كنا دائما نسمع من شيباننا يقول من لم يداوى في تريم لا يداوى في غيره. قليل من تريم، هذا كثير بعدين في 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 غير تريم. لذلك أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسامحني ويسامحكم جميعا ويعاملنا بما هو أهله، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة، ويجعل ويطرح لنا القبول الكامل إن شاء الله. ولا تخافوا ما دام أنتم تتمسكون بأهل بسادة هذه البلدة، لا تخافوا، لا تخاف شرق ولا غرب. أنا قد قمت بأمر من الحبيب في الدعوة إلى الله، ماشي معنا لقب لا بروفيسور ولا دكتورة ولا، ولكن لما رجعنا سبحان الله وتحدثا بالنعمة استغربوا على ما حصلنا من العلم في هذه البلدة. الحقيقة نريد واحد يترجمني، لأني مهما كنت أقدم منكم في التريم لكن عربيتي صراحة ملخبط، بس هذا قيامي هذا أمر قبل 5 دقائق من سيدي الحبيب عمر، يقول قريش تكلم، وهذا أثقل شيء صراحة القيام أمامه وأمام الحبائب وأمامكم، ولكن امتثالا للأمر فلا أقول إلا سمعا وطاعة. خلص الكلام. جاء الماء، وإذا جاء الماء بطل التيمم، لكن خير إن شاء الله. دعونا احنا وادعوا أصحابنا والمتخرجين من هذا الدار، ربنا يوفقنا ويديم الاستقامة. وسبحان الله، وأذكركم أخي أخيرا أذكركم على أنكم في نعمة كبيرة عظيمة جدا جدا جدا، بتعرفون قدر هذه النعمة إذا رجعتم إلى بلدانكم، وبتشتكون مثل هذه الجلسات، وبتبكون أنتم بكاء، حتى بعض الأحيان الأخوان يبكون كما الطفل اشتياقا إلى هذه مثل هذه الجلسات، وتحسرا على ما فاتهم من الـ من الـ من الاستقامة والأخذ بالقوة. ومنهم أنا ده كل يوم، كل يوم أتحسر، كل يوم أندم، كل يوم أرجو من الله أن يسامح، من الله ومن الحبيب أن يسامحنا على قلة أدبنا. ولا تنسوا الخدمة، الخدمة هذا سمينا من شيبان في التريم هنا، والآن هؤلاء قد توفوا رحمهم الله، نقول من خدم قدم. أنا جلست في دار المصطفى 4 سنين، 3 سنوات قضيته في الخدمة. السنة الأخيرة أدخل في العمدة في المنهاج، ولكن الحمد لله بركة الخدمة حصل لنا البركة تيسير. وسبحان الله، ليس لقريش باهرون أن يقوم في مقامه الآن في إندونيسيا لولا العناية والرعاية والبركة من سادات أهل التريم ومن دهر المصطفى ومن الحبيب عمر خصوصا، جزاه الله خير. هكذا
والعفو منكم وما قمت إلا امتثالا للأمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.